Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membaca doa solat tarawih. Solat tarawih adalah solat sunnah yang dikerjakan pada bulan Ramadan. Doa solat tarawih biasanya diawali dengan bacaan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian dilanjutkan dengan salawat Nabi, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, dan sebagainya. Kemudian membaca doa sesudah solat tarawih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اجعلنا بالإيمان كاملين ولفرائدك مؤدين وعلى الصلوات محافظين وللزكاة فاعلين ولما عندك طالبين ولعفوك راجين وبالهدى متمسكين وعن اللغو معرضين وفي الدنيا زاهدين وفي الآخرة راغبين وبالقضاء راضين وبالنعماء شاكرين وعلى البلايا صابرين وتحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة سائرين وعلى الحوض واردين وفي الجنة داخلين ومن النار ناجين وعلى سريرة الكرامة قاعدين وبحور العين متزوجين ومن سندس وإستبرق وديباج متلبسين ومن طعام الجنة آكلين ومن لبن وعسل مصفين شاربين بأكواب وأباريق وكأس من معين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما والحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan doa sesudah sholat tarawih. Akan berlanjut di video berikutnya berkenaan dengan doa sesudah sholat witir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.